كان النبي الكريم قبل الزواج بخديجة يذهب كل ليلة إلى جبل النور، إلى غار حراء، يتعبد كل ليلة، وبقي كذلك بعد الزواج. وكانت زوجته الصالحة تقف أحياناً على الجبل تستغرب من فعل النبي، إلا أنها كانت تدعمه، وأحياناً تقف على باب الغار تنتظر أن يخرج، لأنها كانت تعلم من خلال الرؤى أن لزوجها شأن عظيم قادم لا محال. حملت خديجة بمولودها الأول وهو القاسم، وفرح الزوجان بولادته، واختلفت الروايات من أهل العلم عن العمر الذي توفي فيه القاسم الولد البكر للنبي، فمنهم من قال أنه توفي بعد 7 أيام من ولادته، وآخرون قالوا أنه توفي بعد 17 شهرا، ومنهم من قال أنه وصل 2، ويبدو أن المرجح هو الرأي الأخير، لأنه ثبت أن خديجة حزنت على ولدها حزنا شديدا، لأنه كان يمشي وكان قد تعلم الكلام. حزن النبي حزنا شديدا على القاسم، فأرادت الزوجة الصالحة التخفيف عن زوجها رغم حزنها على ولدها، فقالت: يا محمد، إنك تحب علي بن أبي طالب، فأتي به نربيه معنا حتى تقر عينك. وتكررت هذه الحالة مرة أخرى عندما مات ابن رسول الله عبد الله، وكان زيد بن حارثة قد خطف في الصحراء، وكان طفلا واشترته خديجة ثم وهبته للنبي، وفرح النبي بهذا الطفل. وعندما عرف أهله أنه في مكة في بيت محمد، قدموا إلى بيت النبي وقالوا: يا محمد، إما أن تعطينا ولدنا وإما أن تبيعه لنا. فرفض، ومع إصرارهم قال النبي لهم: سوف أدعوه وأخيره، فإذا اختار الذهاب معكم أخذتموه بغير مال، وإذا أرادني فلا يذهب معكم. فنادى على زيد وخيره بين البقاء أو الذهاب مع أهله، فقال زيد: بل أريد البقاء. فقال له: وهل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذان أبي وعمي. فقال له أباه: وتقبل أن تبقى عبدا ولا تذهب مع أهلك حرا طليقا؟ فقال الطفل: بل أنا سيد عند محمد، ولا أقبل إلا البقاء عند محمد وفي حجره، حتى أسموه أهل مكة قبل الإسلام وقبل تحريم التبني زيد بن محمد.